السلام عليكم. المعركة الوطنية في الجوف ذات أهمية بالغة، إذا تحدثنا بحساسية المعركة وتغلغل ميليشيا الانقلاب من وقت مبكر بالجوف بحسب متابعين. منذ الحروب الستة في صعدة تم خلق بؤر حوثية داخل المحافظة انتشرت قبل سنوات ومهدت لاجتياح المحافظة وإسقاطها بيد ميليشيا الانقلاب قبل أن تبدأ عملية التحرير الأخيرة. أبدى الأحرار من أبناء الجوف استبسالاً كبيراً في مواجهة الاجتياح قبل الانقلاب وبعده، إذ دارت مواجهات مستمرة ومتقطعة بين أبناء الجوف والميليشيا، أسفرت في نهاية المطاف على تحرير مركز المحافظة ومديرية الغيل التي وصفت بأنها معقل ميليشيا الحوثي منذ سنوات. من حيث الجغرافيا تلعب الجوف دوراً مهماً من حيث المساحة التي تقع في قلب إقليم سبأ، إضافة إلى كونها تتصل جغرافياً بعمران وصعدة. تفاصيل مهمة في معركة تحرير الجوف، من بينها المقاومة ودعم التحالف، وكذا خريطة المناطق المحررة والولاء للجمهورية والشرعية. صمود الجوف في وجه الحوثيين من قبل اندلاع الحرب الشاملة وبعدها، إضافة إلى الوضع الإنساني والمعيشي، تدفعنا إلى وضع التساؤلات التالية: لماذا تأخرت معركة الجوف عن الالتحام بجبهة البقعة؟ وهل يمكن أن تشكل ضغطا عسكريا لتحرير صعدة؟ وماذا عن نسبة المناطق المحررة؟ لماذا لا يتم استكمال التحرير؟ وهل كانت الغيل أخطر معاقل ميليشيا الانقلاب أم أن هناك معاقل أخرى؟ حول هذه التناولات والأسئلة مشاهدينا الكرام ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة، والتي سيكون ضيفي فيها الأستاذ أحمد البحيح المستشار محافظ الجوف. مرحبا بك أستاذ أحمد. أهلا وسهلا فيكم أستاذ أحمد. هناك أهمية سياسية وعسكرية للجوف لكي تستعاد الدولة، ستكون معي في هذه الحلقة بإذن تعالى، وسينضم أيضا معنا آخرون عبر الهاتف، ولكن قبل أن نبدأ ذلك نذهب لمشاهدة هذا التقرير. مسرح الأحداث في محافظة الجوف لا يزال متوترا رغم ما يبدو أنه خروج مؤقت عن دائرة الأحداث في الفترة القليلة الماضية، بعد أن ظلت هذه المحافظة مدار اهتمام الإعلام والأقلام لنحو سنتين من الزمن. ثمة أسباب كثيرة تعزز من أهمية هذه المحافظة الشمالية في جغرافيا البلاد المضطربة، فبالإضافة إلى الإمكانية الاقتصادية الواعدة فإنها أيضا تشغل اهتمام المتابعين في هذه الأثناء بالنظر إلى دورها المحتمل في تضييق الخناق على معقل الجماعة الحوثية المتمردة في صعدة، خصوصا بعد التقدم العسكري الكبير للجيش الوطني والمقاومة من جهة مديرية البقع. ومع اشتداد هذه المعركة في البقع يدور تساؤل بشأن إمكانية اتصال الجيش والمقاومة بالجيش والمقاومة في الجوف، وخصوصا من جهة الأجاشر القريبة والتي تقع ضمن منطقة اليتمى التابعة لمديرية خب الشعف المترامية الأطراف. يبدي الانقلابيون قلقا من إمكانية اتصال الجبهتين في مثلث البقع الاستراتيجي، ما قد يعني تعزيز الضغط والتسريع بالتقدم الميداني صوب وسط صعدة، حيث يتحصن قادة ميليشيا الحوثي وفقا لتقديرات المراقبين. على مدى العامين الماضيين ظلت الجوف مسرحا لمباراة دموية على السيطرة، وانتهت مؤخرا بوضع القوات الحكومية والمقاومة يدهما على معظم أراضي المحافظة وتحرير واحد من أهم وأخطر المعاقل الاجتماعية للميليشيا في مديرية الغيل. لكن لا يزال الميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية وجود في المديرية المتاخمة لمحافظة عمران، وهي مديريات جبلية لكن لا عوائق تمنع من تقدم الجيش في ظل إسناد جوي من التحالف إذا توفرت الإرادة للمضي قدما على خط الحسم. إذا مشاهدينا الكرام، حلقة اليوم حول الجوف، الأهمية العسكرية والسياسية لمعركة استعادة الدولة. أهلا بك مرة أخرى أستاذ أحمد. وبداية لو بدأنا بالحديث معك عن معركة الجيش، الرؤية والأبعاد، ما الذي تحرر من الجوف وما الذي لم يتحرر بعد؟ مساء الخير أختي الكريمة لك والأستاذ المشاهدين. أولا إذا ما أردنا أن نتحدث عن هذه المحافظة، محافظة الجوف، محافظة الإباء والشموخ، محافظة النضال والتضحية، محافظة الثورة والثوار، فالجوف لها أهمية من عدة جوانب. نستطيع أن نتحدث أولا عن الجانب الاستراتيجي كموقع استراتيجي بالنسبة للجوف. فمحافظة الجوف هذه المحافظة المترامية الأطراف، ولعلها ثاني أكبر محافظة، محافظة الجمهورية بعد محافظة حضرموت، كموقع استراتيجي هي تربطها حدود هامة واستراتيجية أولا مع محافظة صعدة، تربطها حدود مع ثلاثة مديريات أساسية: مديرية خب الشعب، وكذلك مديرية خب الشعب تربطها حدود مع مديرية البقع والكتاف، وكذلك مديريات بارة الثلاث تربطها حدود مع مديرية الحشوة بمحافظة صعدة. أيضا يربطها من الغرب حدود مع محافظة عمران، بالذات مديرية حرف سفيان مع مديرية الحميدات،
وكذلك يربطها حدود مع محافظة صنعاء. نعم. من خلال ما بين حدودها بين مديرية المطمة في محافظة الجوف ومديرية أرحب في محافظة صنعاء. وأيضا يربطها من الجهة الجنوبية محافظة مأرب. نعم. وتربطها الحدود ما بين مديرية الغيل ومديرية مجزر في محافظة مأرب. كذلك يربطها حدود مع محافظة حضرموت أيضا من الجانب الصحراوي بمديرية خبو الشعف، والتي تبعد أكثر من 480 كيلومتر ما بين حضرموت وصعدة. وكذلك يربطها حدود مع المملكة العربية السعودية، وتعتبر أكبر حدود المملكة العربية السعودية من الجانب الصحراوي بالنسبة للجمهورية اليمنية. هذا من حيث الموقع الجغرافي. أما من حيث أهميتها الاقتصادية في محافظة الجوف، تعتبر من أكثر المحافظات الواعدة، وهي من خلال آخر الدراسات تؤكد أن محافظة الجوف من أكثر محافظات جمهورية ثروة طبيعية، من حيث تحدثت التقارير أنها فيها ما نسبته مخزون 35% من الغاز احتياطي العالم موجود داخل هذه المحافظة، بالإضافة إلى أنها محافظة نفطية واعدة، وأيضا فيها ثروات مختلفة كالحديد والسيبق، وأيضا الحجار الرخام. وكذلك أيضا هي من المحافظات الزراعية الأكثر إنتاجا، والتي فيها المياه بشكل جوفي كما هو اسمها محافظة الجوف. وكذلك أيضا تعتبر محافظة الجوف من المحافظات الأثرية، فهي فيها توجد نعم تراث وتاريخ دولة معين التاريخية، وأيضا مناطق السوداء والبيضاء المتواجدة في مديرية المصلوب. من حيث أيضا الأهمية العسكرية، هذه المحافظة لا دون شك الجيش الوطني المقاومة الشعبية أعطوها جل اهتمامهم منذ بداية المعركة. فكانت منذ انطلاق عاصفة الحزم كانت الجوف من أول المحافظات التي اشتعلت فيها الجبهات، وكانت جبهة اليتمة باتجاه محافظة صعدة، وكذلك جبهة الغيل. لا ننسى أن أبناء محافظة الجوف واجهوا الميليشيات بأكثر من 8 أعوام منذ عام 2008 وحتى هذه اللحظة، وهم يناضلون ضد هذه الميليشيات. محافظة الجوف أول محافظة من محافظة الجمهورية التي خرجت مؤيدة لثورة 11 من فبراير، وهي أول محافظة يعني تم يعني تحرير مؤسساتها بيد الثوار حينها. كذلك محافظة الجوف كان لها إسهام كبير في مختلف المعارك الوطنية، ابتداء من ثورة سبتمبر ومرورا بالحروب الوسطى، وكذلك الحروب التي كانت نداء الوطن موجود، فكانوا أبناء هذه المحافظة دوما يلبون نداء الوطن وشاركوا في كل الملاحم، ابتداء بالحروب الستة ومرورا بحروب دماج ومن ثم عمران وأخيرا صنعاء وكذلك أخيرا ما بعد عاصفة الحزم. فالجانب العسكري مهم بالنسبة للجيش الوطني المقاومة الشعبية. نعم، عند هذه النقطة أستاذ أحمد وكذلك يعني أيضا سنتوقف كثيرا يعني عند الجانب العسكري، ولكن قبل ذلك يعني بعد هذه الأطروحة الجميلة حول أهمية الجوف يعني جغرافيا واقتصاديا وعسكريا، نود أن نطلع على المناطق التي تم تحريرها تماما في الجوف والتي لم تحرر بعد، حتى نستطيع أن يعني نستوعب ما مدى الاهتمام العسكري بالجوف كما تفضلت. محافظة الجوف تتكون من 12 مديرية، يعني تقريبا ثلث المحافظة الذي فيه نسبة سكان الجوف تقريبا حوالي 400 إلى 500 ألف نسمة، وثلثيها تقريبا منطقة صحراوية أكثر منها منطقة سكنية. الميليشيات كانت من أكثر المحافظات التركيز عليه محافظة الجوف، وتوجد داخل هذه المحافظة مركزين رئيسيين ومعقل رئيسيين للميليشيات الحوثية، وهي مديرية الغيل وكذلك مديرية الزاهر، وإن كانت مديرية الزاهر أقل بكثير من مديرية الغيل. ما أن بدأت الميليشيات بعد انقلابها الغاشم على صنعاء ركزت جل اهتمامها على محافظة الجوف، وسعت على أن تسيطر على هذه المحافظة، واستطاعت أن تجتاح المحافظة في أواخر 2014 وكذلك أوائل 2015. لكن أبناء الجوف بذلوا كل ما لديهم من إمكانات بعد أن خرجوا منها، بعد أن اجتاحتها الميليشيات، وما هي إلا 4 أشهر إلى 6 وهم يعدون العدة حتى عادوا إلى الجوف، واستطاعوا أن يحرروا قلب المحافظة أي مدينة الحزم. مركز المحافظة، وكذلك المديرية المجاورة لها مديرية الخلق والروض وأجزاء كبيرة من مديرية خبو الشعف، وأخيرا تم تحرير أهم معقل استراتيجي بالنسبة لنا، مديرية الغيل
وقرية الغيل، هذه القرية التي كان يعتبرها الحوثيين بمثابة مرام بالنسبة لصعدة، لأبعاد كثيرة، بعد عسكري وكذلك بعد فكري وكذلك بعد أيضا بشري كمخزون بشري بالنسبة لهذه الميليشيات. هذه المديرية كانت تقام فيها كل الشعائر الحوثية بشكل مستمر. هذه المديرية وأن لم أكن مبالغا لم تدخل الجمهورية إلا بعد ما بعد تحريرها قبيل شهر من الآن أو قبيل 20 يوم بالضبط، كونها كانت الميليشيات لا تعترف بالجمهورية، بل أن الميليشيات وضعت أول نقطة عسكرية لها في الجوف في هذه المديرية بعد الحرب السادسة. الزاهر الحوثيين متواجدون فيها، لديهم حاضنة نوعا ما شعبية في هذه المديرية، لكنها كأهمية لم تعتبر، ليس لها ذات البعد الأهم الكبير، لأنها ما بين مديريتين تقريبا خالية من أنصار هذه الميليشيات، بينما الغيل كانت شبه يعني مسيطرة عليها الميليشيات كفكرة. وكذلك أهمية الغيل تربط ما بين مديرية نهم بالنسبة لصنعاء وكذلك تربط ما بين المجزر بالنسبة لمارب، فكانت تعتبر محضن أساسي ومعبر تستطيع الميليشيات أن تتحرك من خلاله، بل كانت هذه المديرية بمثابة غرفة العمليات لكل المناطق الشرقية، وكان من خلالها تدار العمليات العسكرية في كل من مأرب وشبوة وحضرموت وأيضا شرق العاصمة صنعاء أينهم. كون هذه المديرية كما أسلفنا كانت بمثابة محضن فكريا، وكثير من أبناء هذه المديرية بالذات قبيلة الأشراف كان كثير منهم يعني ينتمون إلى هذا الفكر، بل كانت هذه المديرية أول المديرية التي هجرت أبنائها الذين يختلفوا يعني يخالفون هذه الجماعة فكريا وإيديولوجيا. إذن هل نستطيع القول أن المواقع الحيوية في الجوف أصبحت محررة، من بينها مركز المحافظة كما تفضلت وبعض المديريات المهمة؟ نستطيع أن نتحدث أنه ما نسبته 70% كمساحة جغرافية من الجوف تم تحريرها، ولم يتبقى سوى 30% كمساحة جغرافية، لكن كمساحة سكانية ما زال هنالك أكثر تقريبا ما نسبته 40 إلى 45% من المساحة السكانية، بالذات المديريات الغربية وهي المديريات المحادة لعمران وصعدة وصنعاء. الميليشيات عملت جاهدة على أن تكون هذه المديريات مثابة السور أو البوابة الأساسية لهذه المحافظات التي تعتبر معاقل أساسية للميليشيات، لذلك هي تستميت في هذه المديريات لكي تدافع عن صنعاء وصعدة وعمران، وهي ترى أنه إذا ما تم تجاوز هذه المديريات أي مديرية الزاهر والمطمة والحميدات باتجاه عمران، فإنه سيصبح الجيش الوطني للمقاومة الشعبية داخل معاقل هذه الميليشيات، لذلك هي تزج بخيرة رجالها، بل كان نخب من ما يسمى فيلق الحسين أو ألوية الحسين التابعة للميليشيات، والتي تم تدريبها في جزر تابعة لحزب الله في لبنان وغيرها، كان يزج بهم في هذه المديرية. الميليشيات تكبدت خسائر فادحة في كل جبهات الجوف، أكثر من 3400 قتلوا في هذه المحافظة بحسب مصادر من داخل هذه الميليشيات. كذلك أبناء الجوف ضحوا بالكثير، أكثر من 516 شهيد تم تقديمهم في هذه المحافظة منذ 2008 وحتى هذه اللحظة، حبا ونضالا وحرصا من أبناء الجوف للدفاع عن الجمهورية والدفاع عن الدين وعن العرض. كذلك أبناء الجوف عملوا جاهدين على أنه هدفهم الأساسي والاستراتيجي والهام حاليا هو تطهير كل شبر من هذه المحافظة. هناك تجانس كبير ما بين السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ وكذلك الولاية العسكرية ممثلة بالمنطقة العسكرية السادسة، وأيضا ما بين المقاومة الشعبية ومختلف أبناء القبائل، على أن يكون الهدف الأساسي هو الآن هو تحرير كل شبر من هذه المحافظة لكي يستعدوا لتطهير ما تبقى من محافظة الجمهورية. أبناء الجوف دائما ما كانوا في المقدمة، ولديهم إصرار وعزيمة تامة على أن يكونوا دائما في المقدمة وأن يكونوا أوائل من يدخل المحافظات التي ما زالت تسيطر عليها الميليشيا. إذن لن نبتعد كثيرا أستاذ أحمد، يعني سينضم معنا أيضا الأستاذ محمد العدني المحدث الرسمي باسم محور صعدة. مساء الخير أستاذ محمد. أهلا وسهلا وحياكم الله وبارك الله فيكم. أهلا بك معنا أستاذ محمد. لو بدأنا بالحديث معك عن مستجدات المعركة أو التطورات العسكرية خلال الأيام الفائتة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالحمد لله هذه العملية لا زالت مستمرة ولا زالت الانتصارات متوالية للجيش الوطني الشرعي
الحوثي حاول أن يستغل الهدنة في الأيام السابقة، لكن الجيش الوطني كان له بالمرصاد، فحاول أن يحرك بعض الآليات وأن يتنقل في بعض الأمكنة مستغلا للهدنة وأن يعزز في بعض الجبهات، ولكن كان الطيران له بالمرصاد وكانت مدفعية الجيش الوطني له بالمرصاد. الجيش الوطني حقق في هذه الأيام تقدم على بعض السباب وبعض الجبال المحيطة باللواء 101، وقام كذلك بأخذ بعض المناطق التي هي شرق للواء 101، والعملية لا زالت مستمرة حتى تحرر محافظة صعدة بإذن الله سبحانه إذن وتعالى. أستاذ، يعني ما الذي يمكن أن يقدمه تحرير الجوف كاملا بالنسبة للمعركة أو لإسناد الجبهة العسكرية في صعدة؟ لا شك أن هناك ترابط بين محافظة صعدة ومحافظة الجوف، فالتقدم هنا يشد من المعنويات في المحافظة الأخرى، وهكذا فهناك ترابط بين محافظة صعدة ومحافظة الجوف. الحوثيون الآن قد فوجئوا بفتح الجبهات في محافظة صعدة. الحوثي كان يظن أن صعدة حصنه الحصين الذي لا يمكن أن يقتحم، ولكن أبناء الجيش الوطني قد دخلوا الآن في صعدة، وها هم الآن يحررون شيئا فشيئا حتى تحرر صعدة بالكامل. نعم أستاذ أحمد، يعني ما الذي يمكن أن يقدمه، عفوا محمد، ما الذي يمكن يعني عن خارطة أهم المواقع التي في البقعة والتي أصبحت في قبضة القوات الشرعية؟ نعم، هناك بعض المواقع المهمة كتبت المطار، وهكذا المفرق الذي هو بجانب قرية البقع، وهكذا بعض السباب المهمة التي سيطر عليها الجيش الوطني، وهكذا الجمرك والجمرك الجديد الذي كان بالقرب من قرية البقع، وهكذا اللواء أصبح تحت السيطرة أو تحت السيطرة النارية. الحوثيون هربوا من قرية البقع، وهكذا هربوا من اللواء 101. المسافة الذي بيننا وبين اللواء رميت حجر فقط، ولكن الجيش الوطني قد باغت الحوثيين بأنه قد لم يدخل إلى القرية وإنما جاء من جهة الشرق، فهذه كانت مفاجأة للعدو، أربكت العدو فلاذ بالفرار من اللواء ومن نعم. قرية البقع. شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد العدني المتحدث الرسمي باسم محور صعدة، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة إليك أستاذ أحمد. أستاذ أحمد، يعني لو تحدثنا عن أهمية تحرير الجوف كما طرح الأستاذ محمد، يعني كمقدمة لتحرير صعدة، ما الذي بإمكان الجوف أن تعمله لأجل الإسهام في تحرير صعدة؟ كما تحدثنا أنه الجوف تربطها حدود مباشرة مع محافظة صعدة لأكثر ما قرابة أكثر من 120 إلى 180 كيلو، إذا ما تحدثنا عن ثلاث أربع مديريات مجاورة لمحافظة صعدة. المعركة الحالية في تحرير مديرية البقع أو أجزاء كبيرة من مديرية كتاف في محافظة صعدة يفتح الخط مباشرة لمحافظة الجوف. لا ننسى أن الخط الرئيسي الرابط ما بين الحدود السعودية مع الحدود اليمنية هو الذي يعبر من السعودية للجوف، هو يعبر عبر مديريات صعدة. لذلك مباشرة تحرير البقع وتحرير مديرية خبو الشعب بشكل كامل سيعطي دفعة كاملة للجيش الوطني المقاومة الشعبي، أي سيتحرك الجيش الوطني في هذه المنطقة الجغرافية بشكل أريحي. أيضا المدد من إذا ما اعتبرنا أن رئاسة هيئة الأركان ووزارة الدفاع اليمنية في مأرب، وسيكون المدد مباشرة من مأرب الجوف صعدة بشكل مباشر دون أي مشكلة بالنسبة للجانب العسكري. أيضا تحرير صعدة عبر الجوف أكثر إمكانية من تحريرها من أي مناطق أخرى، أي إذا ما تحدثنا عن منطقة الحدود السعودية من خلال منفذ علب أو مع ظهران الجنوب وغيرها، ربما هناك صعوبة نظرا لتواجد سلسلة جبلية شاهقة، لكن مع الجوف تقريبا نسبة كبيرة منها صحراوية. كذلك الجبال المطلة من الجوف ما بين الجوف وصعدة تقريبا
أسهل بكثير من الجبال المطلة ما بين الحدود السعودية مع صعدة. كذلك أيضا مديرية خبو الشعف، هذه المديرية نظرا لترابط القبلي ما بين مديرية كتاف ومديرية خبو الشعف وكذلك منطقة العطفين، هنالك انسجام كبير وترابط قبلي، وربما التحرك في هذه المنطقة سيخدم بشكل كبير وسيسهل مهمة، وكذلك أيضا سيكون في تداعي قبلي كبير لداعم للجيش الوطني للقوام الشعبي. ولا ننسى أن مديرية خبو الشعف بالتحديد تعتبر من أكثر المديريات حاضنة اجتماعية للجيش الوطني للقوام الشعبية وللشرعية، لذلك سيسهل كثير تحرير خبو الشعف على الصعدة وسيدعم هذه الجبهة بشكل كبير. وتحدث كذلك أيضا المحافظ أكثر من مرة أنه إذا ما تم تحرير بإذن الله مديرية خبو الشعف بشكل كامل سننطلق باتجاه الصعدة وسنمد المقاومة وسنلتحم مع مقاومة الصعدة وسنمد هذه الجبهة بقدر بكل ما لدينا من إمكانيات كانت بشرية أو عسكرية. طيب برأيك أستاذ أحمد، يعني هل الأمر علاقة بقرب الجوف من صعدة أم أن هناك أطماع أخرى يعني في نظر الميليشيا التي كانت تحركها لاتجاه نحو الجوف؟ الميليشيا كما تسلفنا لديها طموح كبير على أن تسيطر على الجوف، حتى أنها في حديثها عن الموضوع الأقاليم كانت تتحدث أنه يجب أن تنضم الجوف إلى أقليم أزال، لكن الجوف بطبيعته السبائية وارتباطها التاريخي مع مأرب وكذلك البيضة، رجال الجوف وأبناء الجوف أبوا لأن يكونوا ضمن إقليم سبا، لذلك من أهداف الميليشيات منذ انقلابها من الغاشم هي لا ننسى أن معركتهم الأساسية معركة ضد الأقاليم وضد مخرجات الحوار الوطني، ومن مخرجات الحوار الوطني هو تحديد إقليم سبا، لذلك ما تم قبيل أسبوع من الآن تدشين هذا الإقليم هو بمثابة قطع الطريق من الميليشيات وأيضا ترجمة لمخرجات الحوار الوطني الذي اتفق عليها كل الفرق السياسيين من خلال طاولة حوار دامت أكثر من 9 أشهر. الميليشيات إذا ما استمدت في الجوف هي تعرف جيدا موقع الجوف الجغرافي وأهميتها الاستراتيجية كحدودها من المملكة العربية السعودية، أيضا إذا ما استطاعت أن تسيطر على الجوف هي تعرف أنها تسيطر على ما نسبته 70% من حدود المملكة العربية السعودية، لذلك حريصة على الجوف عسكريا وحريصة على الجوف لأنها واعدة بالثروات وهي تنظر على أن الجوف بطبيعتها ثرواتها النفطية كالغاز والنفط وغيرها تنظر على أن مستقبلها إذا ما سيطرت على هذه المحافظة سيكون مستقبل واعد، لذلك عملت جاهدة على الزج بالنخب العسكرية والنخب التي من مقاتليها في هذه المحافظة، لكنها فشلت وأصبحت معاركها معارك خاسرة، وحينما خسرت الغيل في تصوري أنه ما بعد الغيل سيكون أسهل مما بعد الغيل، ومعركة المديريات الأخرى ستكون أسهل بكثير أمام الجيش الوطني المقاومة الشعبية. وهنالك الخطة الثالثة التي وضعها السلطة المحلية والمنطقة العسكرية السادسة واللجنة الأمنية بشكل كامل على تطهير المديريات المتبقية باتجاه صعدة وعمران وصنعاء، كونهم يجب أن يكون هذا الإنجاز في أقرب وقت ممكن، فلا بد للجوف تطهر بشكل كامل ولا يبقى لدى الميليشيات أي أمل أو أي طموح على أن يظلوا في هذه المحافظة إلا كمواطنين وليس كميليشيا تحمل السلاح، والسلاح سيكون حكرا على الدولة كما تم الاتفاق عليه في مخرجات الحوار الوطني. نعم أستاذ، إذن يعني هناك من يطرح أن معركة التحرير في الجوف تأخرت كثيرا، هل تأخرت بالفعل برأيك أم أنها مضت ضمن خطة شاملة ومدروسة لاستعادة الشرعية في اليمن بشكل عام؟ أتفق مع من يتحدث أنها تأخرت، صحيح تأخرت المعركة، لكن المعارك العسكرية لها طبيعتها، ومن يفهم الواقع العسكري وطبيعة المناطق الجغرافية يدرك أنه التكتيك العسكري له ظروفه وله تحديداته، صحيح أنه كان بالإمكان أفضل مما كان وكان يفترض أن يكون هناك تحرك بشكل متسارع في هذه المحافظة، لا ننسى أنه هنالك إمكانية تحرير صنعاء وعمران وصعدة عبر الجوف أكثر بكثير من تحرير صنعاء من المناطق الأخرى، بمعنى أنه الآن حينما فتحت جبهة نهم هذه الجبهة الأهم والاستراتيجية والتي تعتبر من أهم وأصعب الجبهات العسكرية أمام الجيش الوطني للمقاومة الشعبية، لو فتحت الجبهة باتجاه صنعاء من خلال الجوف لكانت أسهل بكثير نظرا للموقع الجغرافي يعني ولسهولة المعركة. هل تغيب هذه النقطة عن التحالف والشرعية؟ دعني أستمع منك للإجابة بعد أن نذهب لهذا الفاصل القصير. مشاهدينا الكرام ونعود إليكم.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى أستاذ أحمد. أستاذ أحمد، يعني كنت سألت قبل الفاصل، هل تغيب مثل هذه النقطة العسكرية في أهمية الجوف بأنها ستكون ربما مدخل لصنعاء أسهل بكثير من أي مكان آخر، وربما كانت ستكون جبهة أقل سهولة من نهم حتى الآن، هل تغيب مثل هذه النقطة عن التحالف والجيش الوطني؟ في اعتقادي أنها لم تغيب عليهم، ولكن لعل قراءتهم العسكرية نظرا لأهمية المواقع التي يتم السيطرة عليها من خلال الميليشيات، لعل الميليشيات من خلال حصار الميليشيات وحصار القوة العسكرية الميليشيات عبر مديرية نهم في محافظة صنعاء وكذلك عبر صرواح، لعل لديهم قراءة لما بعد هذه المناطق أكثر بكثير من المناطق التي في الجوف. لكني أتمنى أن يتم إعطاء هذه الجبهة أولوية وأن تعاد قراءة الخارطة العسكرية مرة أخرى، لأنه بالفعل هذه الجبهة إذا ما فتحت جبهة مديرية المطمة مع مديرية أرحب أسهل بكثير من نهم. فرضت نهم هذه الفرضة الهامة والجبال الشاهقة ولكن صعبة بكثير، وكلفت الجيش الوطني المقاومة الشعبية الكثير، أكثر من 400 شهيد حتى يومنا هذا في هذه الجبهة، لكن ربما في الجبهات عبر جبهة الجوف ربما تكون أسهل، ولكننا نترك هذا الخيار للعسكريين لعلهم أكثر دراية مننا كمدنيين. وفي الآخر نستطيع أن نتحدث أنه تفتح جبهة في الجوف لتلتحم الجبهات مع بعض، وفي الأخير وجهة الجبهات جميعها صنعاء وليس سوى صنعاء كونها قبلة لكل اليمني. نعم، إذن أستاذ أحمد، يعني لماذا تأخرت معركة الجوف عن الالتحام بجبهة البوق، وهل يمكن إذا ما التحمتا أن تشكل ضغطا عسكريا في وقت لاحق؟ أكيد المسافة لم تعد كبيرة ما بين جبهتي الجوف والبقع، لا تتجاوز 50 كيلومتر ما بين مدينة البقع التي تم تحريرها وما بين لجاشر والخنجر من معسكر الخنجر في مديرية خابو الشعف، وهذه التي ما زال التي الآن يسيطر عليها الجيش الوطني المقاومة الشعبية. ولكن المنطقة صحراوية مفتوحة وتحتاج إلى الكثير من العمل، المنطقة المكشوفة تحتاج إلى الكثير من الإعداد العسكري والكثير من الإعداد البشري وكذلك الأعداد، لكننا في الجوف لدينا أولوية. لعل المديريات الغربية والتي تلامس كثيرا الميليشيات وتحد كثيرا الميليشيات وحدودها مباشرة مع صعدة وعمران وصنعاء أكثر أولوية من مديريات ربما تكون مساحة مفتوحة. وفي تصوري أنه ما بعد مديرية المطمة، مديرية الزاهر، مديرية الحميدات، مديرية ما تبقى من مديرية المتون ومديرية المصروب، هذه المديريات هي بمثابة كما أسلفنا، هي بمثابة بوابة باتجاه عمران، بوابة باتجاه صعدة. المناطق المديريات الأخرى وإن كانت ذات أهمية لا تقل عن يعني أنت لكنها بالنسبة لنا هنالك ما هو أهم منها. إذا ما قررنا خبو الشعب بالغيل فالغيل أهم، إذا ما قررنا خبو الشعب بالزهر فالزهر أهم. هذه مديرية خبو الشعب لا ننسى أنها ثلثيها منطقة صحراوية أكثر بكثير من أنها منطقة جبلية أو وادي خبو الشعف، وإن كانت كما أسلفنا مهمة بالنسبة لجيش الوطني المقاومة الشعبية، لكن بدأت المعركة فيها. ومنذ بداية المعركة لتحرير الجوف الشاملة التي انطلقت في أوائل 2015، أول جبهة فتحت جبهة خبو الشعف، معسكر لبنات الاستراتيجي وكذلك جبهة سوبرين التي ما زالت حتى هذه اللحظة الجيش الوطني المقاومة الشعبي يسيطرون عليها هي في مديرية خبو الشعف، كذلك تحرير معسكر الخنجر وما حوله، الوصول إلى لجاشر باتجاه الخنجر، كل هذه المناطق لها دلالة على أنه لدينا اهتمام بهذا الجبهة. لكننا في ما بعد أعتقد أنه ما بعد فتح جبهة البقع بالنسبة لجيش الوطني المقاومة الشعبية سيكون هناك تحرك كبير في هذه المديرية لتلتحم مع البقع ويكون الضغط مباشر باتجاه صعدة. إذن هل أنت مع، يعني أفهم من كلامك أنك مع فتح منافذ قبل تحرير أو استكمال تحرير الجوف تماما؟ لا مانع من التعاون ما بين جبهة وأخرى كامتهاد عسكري كدعم لوجستي وغير ذلك، لكن نحن حريصون في الجوف
وكسلطة محلية حريصون على تطهير كل شبر في الجوف قبل الانطلاق. لما لا يتم استكمال تحرير حتى الآن في بقية المنطقة؟ الجهود تبذل والإعدادات على قدم وساق، والعمليات العسكرية جارية كل يوم. الجيش الوطني والمقاومة الشعبية يتقدمون، هنالك إنجازات أنجزت في المصروف، في المتون، في بعد ما بعد تحرير الغيل ما زالت العمليات جارية. هو الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، كيف الوضع في الغيل؟ هل تمت السيطرة تماما؟ هل استطعت تم تحرير المديرية بشكل كامل وجودها هناك؟ تم تحرير مديرية الغيل بشكل كامل. كيف تم التعامل؟ أنت تخبرني أنها أخطر معاقل الميليشيا يعني، ومنذ سنوات وهم موجودين فيها، يعني أكيد هناك أسر وعائلات، كيف استطعتم التعامل مع مثل هذا الأمر؟ أولا هذه المنطقة تحولت منذ أكثر من سنة من الآن، تحولت لمنطقة عسكرية خالصة. الميليشيات هجرت كل من فيها، من تبقى فيها من العوائل أصبحت العوائل تحت حكم الإقامة الجبرية، أو يستخدمونها الميليشيات كدروع بشرية. يتحدثون أن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية استهدف أماكن سكنية، ولكنهم فخخوا هذه البيوت وجعلوها مناطق عسكرية. أما مدارس هذه المديريات منذ 2008 وحتى هذه اللحظة حولت إلى حوزات بالنسبة للميليشيات الشيعية، كذلك حولت هذه المديرية إلى غرف عمليات يستطيعوا من خلالها تغذية مأرب، تغذية المناطق الصحراوية، أيضا تكون بمثابة نقطة اتصال ما بين صعدة وما بين مأرب. هذه المديرية الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بعد أن دخلوها وجهوا كل أفرادهم بعدم المساس بأي منزل من منازل هذه، دعوا كل النازحين وكل أبناء هذه المديرية للعودة إلى منازلهم آمنين مطمئنين. اللجان و الألغام وقضية التفتيش عن الألغام عملت جهد جبار في هذه المديرية، لأنها زرعت كل مزارعها المجاورة ومداخل هذه المديرية بألغام بشكل عشوائي. الميليشيات فجرت العديد من المنازل لكي ترزق التمها بها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية حينما غادروها، لكن بطبيعة الحال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تعاملوا مع هذه المديرية كأي مديرية أخرى بالنسبة لسكانها، ولهم حق الرعاية وحق الاهتمام، ولهم لهم وعليهم ما عليهم كأي مواطن في أي مديرية أخرى، وليس لهم ولا عليهم أي ضغوط أو أي ضغوط من قبل الدولة عليهم كأي مواطن، كأنهم غير المواطنين الآخرين. بالإضافة إلى أنه أبناء هذه المديرية مدركين جيدا، هم هجروا بشكل بدري يعني أكثر من تقريبا سنة ونص حينما هجر قبيلة المحابيب وقبيلة آل مسلم، لكن حينما دخل الجيش المقاومة الشعبية بدأ بالانتشار الأمني في مداخل هذه المديرية. إذن وحرص الجيش على أن تكون هذه المديرية بشكل كامل خاضعة لسيطرته. إذن ينضم معنا أيضا عبر الهاتف الأستاذ ناصر الشليلي الناشط السياسي من الرياض. مساء الخير أستاذ ناصر. مساء الخير عليك وعلى الأستاذ ضيفك الكريم الصديق العزيز أحمد البعاه وعلى مشاهدي قناة التقديم. أهلا بك معنا أستاذ ناصر. إذا ما تحدثنا عن الجوف ومأرب والبيضاء كتلة واحدة ضمن إقليم سبأ في مواجهة الإمامة وسعادة الدولة والشرعية، أستاذ ناصر ما الذي تشكل هذه الكتلة في المعادلة العسكرية والاجتماعية برأيك؟ أولا كما هو معروف أن محافظات مأرب والجوف والبيضاء أن هناك قواسم مشتركة، عوامل مشتركة طبيعية وجغرافية وتاريخية، وما جاء إعلان إقليم سبأ من هذه المحافظات الثلاث إلا امتداد لهذا الارتباط الموجود بين أبناء هذه المحافظات الثلاث. هذه المحافظات الثلاث تقع في قلب اليمن. هذه المحافظات الثلاث تمثل نقطة ارتكاز للجمهورية. لا ننسى أيضا أن هذه المحافظات الثلاث هي محافظات تقع في وسط اليمن وبين محافظات شمالية وجنوبية. نعم. ولذلك هي كانت هدف أساسي للميليشيا، ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح منذ الوهلة الأولى. كلنا يعلم أن الميليشيا الحوثيين وقوات المخلوع صالح أول ما توجهت بحربها توجهت إلى الجوف وإلى البيضاء طبعا، وفي جزء أيضا من محافظة مأرب في صرواح وفي جدعان وفي غيرها، وركزوا كثيرا على هذه المنطقة نظرا لما تمثله من امتداد، نظرا لما تمثله من تاريخ، نظرا لما تمثله من حضارة، نظرا لما تمثله من مخزون بشري غير عادي
يشكل بالنسبة لهم قلق كبير، إضافة إلى العامل الاقتصادي الذي تمثله هذه الكتلة الرئيسية والتي تمثل إقليم سبأ، وهذا كله جعل هذه الميليشيا تتجه بعدوان سافر وقوي جدا على هذه المحافظات الثلاث، ولكن كانت أيضا هذه المحافظات الثلاث هي الأقوى تصديا لهذه الميليشيا، وكانت المعارك في هذه المحافظات الثلاث وفي الإقليم بشكل عام هي المعارك الأعنف التي خاضتها هذه الميليشيا، وكانت خسارة هذه الميليشيا وقوات المخلوع صالح في إقليم سبأ هي الأعلى بين بقية الأقاليم. نعم، إذا أستاذ ناصر، هل أضاف هذا التكتل للمحافظات الثلاث شيئا على صعيد المعادلة العسكرية والروح المعنوية برأيك؟ لا شك أختي الكريمة أن موضوع إنشاء الأقاليم هو من ناحية هو جاء بفائدة إيجابية كبيرة من أنه أوجد تكتل بين المكونات المتجانسة، والشيء الآخر أنه ألغى المركزية الشديدة التي كان يعتمد عليها نظام المخلوع صالح ومن بعده الحوثيين. الحوثيين لو نعيد السريط قليلا لوجدنا أن أكثر شيء سبب لهم هاجس وقلق كبير هو موضوع الأقلمة كأحد أهم مخرجات الحوار الوطني، وكانوا يرفضونه رفضا واضحا وصريحا، وسمعنا تصريحات كثيرة لعدد من القيادات الحوثية وعدد من قيادات المخلوع صالح، وحتى المخلوع صالح في أكثر من مرة كان يتكلم بنوع من التحدي والسخرية من نظام الأقاليم، لأن هذا النظام الذي كان أحد مخرجات الحوار الوطني والذي أصر عليه فخامة الرئيس عبد الرب المنصور هادي يمثل بالنسبة لهذه الميليشيا ولنظام المخلوع يمثل هاجس وقلق عميق، لأنهم لا يريدوا أصلا بناء دولة متجانسة، دولة فيها حفظ حقوق الناس وفيها عدالة في توزيع السلطة والثروة. هم أرادوا فقط أن تبقى هذه المناطق خاضعة للسيطرة دون أن يكون لهذه المناطق دور في صناعة القرار، في صناعة الحكم، ولا حتى دور في توجيه دفة الحكم، ولا أيضا في الاستفادة من خيرات هذه من خيرات الوطن. أرادوا فقط أن تبقى هذه المناطق خاضعة لسيطرتهم كمورد للدخل وكمصدر بشري للدخل للسلطة المركزية في صنعاء. ولذلك كان نظام الأقاليم أعتقد أنه من أهم الأشياء التي سيكتب التاريخ أنها أوجدت تراكة حقيقية للسلطة والثروة لجميع أبناء اليمن. نعم، إذا أستاذ ناصر، يعني الاستبسال الذي تبديه مقاومة سبأ ضد ميليشيا الانقلاب، كيف تفسره أنت؟ يعني هل الأمر علاقة بحساسية هذا المثلث من مشروع الإمامة قديما وحديثا؟ أولا يعلم الجميع وضيفك الكريم يعلم ذلك أن أبناء هذا الإقليم هم أبناء التاريخ وأبناء الحضارة وأبناء القبائل التي اشتهر عنها الشجاعة والاستبسال والإقدام. هذا شيء ألف عليه اثنان. الجانب الآخر، هذا الإقليم كان دوما مع الوطن ومع الجمهورية ومع الثورة وضد عودة الإمامة والكهنوت. كان هذا الإقليم ولا يزال وسيظل هو صمام أمان الحفاظ على الجمهورية وعلى ثوابت 29 سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر. لذلك فالحقد على الإقليم وعلى أبناء هذا الإقليم حقد كبير وعظيم، يتضح ذلك من خلال كمية الحشد الهائلة التي تقوم بها هذه الميليشيا في المحافظات الثلاث، وخصوصا أخص بالذكر في محافظتي الجوف والبيضاء. هناك من الحشد وهناك من التجييش ما لم يسبق في أي مكان آخر في محافظتي الجوف والبيضاء، ولكن هناك خسائر فادحة في صفوف الميليشيا حدثت أيضا في محافظتي الجوف والبيضاء. فطبعا هذا له علاقة مباشرة بالوطنية، بالجمهورية، بثورة 29 سبتمبر، بمخرجات الحوار الوطني، وبإيمان أبناء هذا الإقليم بأحقيتهم بأن يكونوا مواطنين صالحين في ظل دولة تحفظ لهم كرامتهم وحقوقهم. نعم،
إذن شكرا جزيلا لك أستاذ ناصر الشليلي الناشط السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة إليك أستاذ أحمد. أستاذ أحمد، يعني تحدث الأستاذ ناصر عن أهمية تكاتف هذا الإقليم ودوره في المرحلة المقبلة، كيف تعلق؟ نعم، إقليم سبا كان هو من أهم الإقاليم من حيث الموقع الجغرافي، وكذلك الميليشيات حرصت كل حرص على أن تسيطر على ولو أجزاء بسيطة من هذا الإقليم، لكنها فشلت. بالفعل الميليشيات تحشد في الجوف، تحشد في البيضاء، هذه المحافظة الهامة والاستراتيجية، وتربطها حدود 4 محافظات جنوبية و4 محافظات شمالية، وهي تعتبر من أكثر المحافظات التي استنزفت الميليشيات واستنزفت الحوثي منذ انقلاب 21 سبتمبر. كذلك أيضا هذا الإقليم هو حضارة اليمن وتاريخ اليمن منذ مملكة سبا وحتى ما بعدها، نظرا لأنه أصل هذه القبائل المترامية الأطراف في هذه الثلاث المحافظات وفي هذا الإقليم منذ التاريخ، وهي دائما في مقدمة الصفوف، وهي التي تقدم الكثير والكثير لمصلحة القضايا الوطنية المختلفة. لذلك تكاتف أبناء هذا الإقليم وإصرارهم التام على أن يكونوا جمهوريين أكثر كما هم أبناء المحافظات الأخرى الذين يقدمون الغالي والنفيس، تحول وتترجم إلى أن تكون هذا الإقليم هو الحصن الحصين للشرعية. لا ننسى أنه محافظة مأرب والجوف هي المحافظات التي تمركزت حول الشرعية حاليا، وهي الحصن الذي لو تجاوزته الميليشيات لكانت المسألة صعبة بالنسبة للشرعية وكذلك بالنسبة لعاصفة الحزم. لكن باستبسال أبناء هذا الإقليم وأبناء الجمهورية بشكل كامل الذين ضحوا في هذا الإقليم والذين ناظروا في هذا الإقليم والذين قاتلوا في هذا الإقليم، أصبحت هذه الآن أصبحت مدينة مأرب في محافظة مأرب، وجهت لكل اليمنيين، لم تعد مدينة مأرب التي يعرفها، ولكن أصبحت مأرب التاريخي، أصبحت الآن هي مأرب لكل اليمنيين، مأرب كل اليمن. والجوف أصبحت الآن بعد التحرير وجهة لحركة كل اليمنيين من الداخل والخارج. لذلك هذا الإقليم ناضل وقدم ما من رجاله ومن أبنائه الكثير ليتعود الجمهورية ويعود الشرعية ويندحر هذا الانقلاب. ولا يمكن، وأنا أود أن أشير إلى جزئية هامة، أن أبناء إقليم سبا كما هم أبناء الإقاليم الأخرى لا يمكن أن يقبلوا ببقاء هذه الميليشيات بأي ظرف كان. لذلك أي حديث بعد هذه يعني الإمكانات التي تقدمها أبناء أو التي يقدمها أبناء المقاومة وأبناء هذه المناطق، برأيك أستاذ أحمد ما الذي ينتظر الجوف إذا ما تحدثنا عن حضور الدولة والوضع المعيشي والإنساني هناك؟ الجوف منذ قيام الجمهورية مع الأسف الشديد من أكثر المحافظات التي حرمت والتي ظلمت والتي كانت يعمل وحرمت بشكل ممنهج. الجوف والجوف ومأرب والبيضاء كان يصنفها أبي الصالح أنها محور الشر. علي عبد الله الصالح عمل جاهدا خلال فترة حكمه على أن يحول هذه المحافظات إلى محافظات منسية، محافظات ليس فيها تنمية، ليس فيها تعليم، ليس فيها تطوير. ترك هذه المحافظات تتوه في غياهب الثأرات وفي غياهب المشاكل القبلية. سعى جاهدا على أن يغيب أبناء هذه المحافظات عن التعليم، على أن يسوى الصورة الذهنية لأبناء هذه المحافظات، بينما هم في حقيقة الأمر هم أبناء حضارة وتاريخ، هم أبناء أكثر محافظات تشربا واندفاعا باتجاه المدنية. رأيناهم في 2011 أول محافظات التي انطلقت باتجاه الثورة، رغبة منها في أن يغير هذا الوجه وهذه الصورة الذهنية الخاطئة التي وضعها النظام السابق. علي عبد الله صالح عمل ما يسعى على تشويه أبناء هذه المحافظات وبالذات محافظة الجوف في أذهان كل اليمنيين وفي كل العرب. كان يشار لأبناء الجوف أنهم أبناء إرهابيون وقبائل وقطاع طرق وغير ذلك، لكن حقيقة الأمر ما أن قامت ثورة فبراير حتى اليمنيون أثبتوا أن القبائل وأبناء القبائل، وأنا من أكثر الناس الذي تحدث أن القبيلة أكثر اندفاعا نحو المدنية من غيرها، لأن أسلاف وأعراف القبيلة هي في الأصول هي تساتير مدنية، هي في الأصل تمارس ما يمارسه القانون والدستور. لذلك أبناء الجوف حرموا كل هذه المرحلة السابقة، ونحن نأمل أن لا يحرموا في هذه الحكومة الحالية. السلطة المحلية برئاسة المحافظ لديها أمامها تحديات كبيرة، وبالذات في محافظة الجوف لديها تحديات في توفير الخدمات، لديها تحديات في استتباب الأمن، لديها تحديات في إعادة تأهيل المؤسسات الحكومية التي دمرت. الميليشيات ما سيطرت على مدينة الحزم بالتحديد، حولتها إلى مدينة أشباح مهجورة، دمرت المراكز الأمنية، دمرت المدارس، تركة ثقيلة تركها صالح لأهلها. فالتحدي أمام فيجب أن تثبت نفسها أمام أبناء
الجوف والمناطق شتى. شكرا جزيلا لك أحمد البحيح، مستشار محافظ محافظة الجوف، كنت معنا في المساء اليمني لهذا اليوم. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام، إلى أن ألتقيكم في الأسبوع المقبل، كونوا برعاية الله وأمنه.